السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في المشهد، والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي تم تأجيل جلسة المصادقة عليه بناء على طلب من نواب المعارضة، وما هي اعتراضات الكونفدرالية الوطنية لشاغلة الموريتانية عليه، وانعكاس هذا المشروع القانوني مستقبلا على العمل الأهلي في حالة المصادقة عليه. معي لمناقشة هذا الموضوع محمد أحمد والسارك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية لشاغلة الموريتانية، أهلا وسهلا بك. شكرا. يعني بداية، نحن أمام هذا المشروع، ما هي الاعتراضات التي لديكم على هذا المشروع المرتقب أن يتم أن تتم المصادقة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية ده نقول على أن نتكلم بالحسانية، خسر فيها قاع وياكم اللي عودة واضح. نقول على عن هذا مشروع القانون، ما هو ورد الأحوال اليوم ده نقال له الجمعيات، قانون كان منظم، قانون 98 صادر 1964، وكان هذا لما نساو عن 64 عنه إبان ميلاد الدولة، وذيك الساعة قاع ديمقراطية بشكل كبير، والتعدديات والتعددية وحرية التجمع ما هي خارج حزب وحيد إلى حد ما، اتحاد وحيد، محاولة أنه قبعة اتحاد نقابي عمالي وحيد من 61، معناها وقتها الدولة تكاد تكون آسرة. طبعا نحن ذيك الساعة ظروف فترة الحرب الباردة، ومع التعددية الديمقراطية بعد انهيار جدار برلين وبعد ظهور التعددية بشكل أوسع، غالبية النصوص وراجعت وكيفت مع ظروف التعددية، خاصة بعد دستور 91 اللي وقتها شاف العسكر أنه هو المخرج لهم، أسهل مخرج لهم يقدروا يحافظوا بها لوجودهم في السلطة، من يخلقوا لهم اللي خلقوا له العسكر في مالي، واللي خلقوا بعض مناطق أفريقيا. زين، إذا نحن أمام موضوع سياسي، يعني أنت تعرج إلى منحة سياسي. على كل حال أسميه بما شئت. نعم. أنا نتكلم عن الإصلاحات الدستورية. نعم. والقانونية. تفضل. المتعلقة بعلاقة المجتمع فيما بينه وعلاقته بالسلطة، وكيف يمارس حياته الجمعوية على هذا الأديم على هذه الأرض. جميل. إذا 92 جاء دستور 92 وأعلن عن نوع من التعددية، رجعت تعددية سياسية، وهون ظهرت الأحزاب السياسية، ما كانت ظاهرة الأحزاب السياسية سابقا 92. فعلا. جاءت التعددية النقابية والتعددية الجمعوية، وعندنا قدام واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي جديد. هذا هو اللي معاه بعد تقريبا 85 بدأت الليبرالية تكاد تكون تتحكم في البلد، وبدأت الدولة تتنازل شيئا فشيئا عن المؤسسات العمومية، وبدأت الخصخصة والتنافس الحر في المجال الاقتصادي. اللي خلق الإعلان طبعا وحلة موريتانيا، قد نقول عنها قاعدة وحلة في الأجندة السياسية بمفهوم الضيق للسياسة، معناها باسم الحالة يتصل للمقعد السلطة وباسم الحالة يناقش، ونسية غالبية الجانب الجمعوي والجانب حتى السياسات الاقتصادية والاجتماعية تكاد تكون نسيت أو أنسيت. منين عاد 2006 و2005 وخلق ذاك الانقلاب وجاءت الأيام التشاورية، بدأت المسألة الاجتماعية تنطرح من جديد، وكان في مشروع قانون كان منتظر أنه يخلق 2006 وقبل عاد أنه يخلق 2007، ومشروع قانون يعيد النظر، وهذا استحقاق طبيعي عن شيء يعود لـ 64 عن ميالته يراجع. المغرب عندنا اللي جنبنا قانون الجمعيات وتمت مراجعته 2007، لا كان مشروع مشروع مراجعة، لا مشروع، مشروع القانون. والمغرب اللي بجنبنا مثلا راجع قانون الجمعيات 66، وراجعه 2008، وراجعه 2009. لنبقى في موريتانيا، لا نبقى في موريتانيا. موريتاني كان يتوقع 2007 على انه يراجع، وجاء مشروع له وشل الجهات كاملة بعد ما عنيه والله شافته وطلعت عليه، وكانت خالقة نقطة ولا نقطتين هم اللي نقاط جوهرية ومهم النظر فيهم. جاء مشروع القانون الجديد جاء لك النقاط جملة وتفصيلا بشكل كلي اللي نحن اليوم في عالم، وانطلاقا من واقع دستورنا اللي يعطي الحرية، حرية التجمع، حرية إنشاء الجمعيات، وحرية إنشاء النقابات. هو منين تعود حرية إنشاء النقابات، حرية إنشاء الجمعيات؟ لا بد
السلطة التنفيذية بالنسبة للجمعيات منعنا تعطيهم ترخيص، وللسلطة القضائية بالنسبة للنقابات أنا تعطيهم ترخيص، مثلا قالوا حرية. جيد، سنأتي على هذا الموضوع، لكن الاعتراضاتكم الجوهرية، الاعتراضات على المشروع الجديد، يعني البعض يتصور أنه يخدم العمل الجمعوي. على كل حال العمل الجمعوي بحاجة لأنه ينزاد يقنن التنظيم. غير بعد نحن وجهة نظرنا وسطرناها في البيان المنشور على موقعنا الكونفدرالية. هذه فرصة يعني لتسمع المشاهد. نحن رأينا بشكل واضح ظاهر النعل عنه خلق فيه تراجع انطلاقا من الواقع اللي في ذي المرحلة. إلى عاد كان ينقبل الترخيص 66 والله رغم 60 ظاهر عن الترخيص الآن ما تبقى مطلوب ولا قد ينقبل. بالتالي إقرار مبدأ الترخيص سنة 2015 نهاية 2015 معناها تراجع إلى الخلف. نحن مطالبين بشيء ينقال له التصريح، والفرق بين التصريح والترخيص. سنتي على الموضوع، لكن اعتراضكم على نقاط معينة من المشروع الجديد، يعني هل ستعتقدون أنها ستغير من 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 نص هذا القانون؟ أقصى شوخر مسألة ميزان القوة. إحنا ما هباس ما نمثلين في البرلمان، لا عندنا بها علاقة. هذه الوثيقة راينها مشروع القانون راينه مع عند بعض منتسبينا اللي في مؤسسات إعلامية مع أن ويغير بعض راجين إن شاء الله عن الرأي العام. مشروع القانون لم يتم نقاشه وإعداده بالتعاون مع الناشطين في هذا المجال. لا 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 لا، يعني كان مفاجئ بالنسبة كان لك. مفاجئ تماما. علمنا بعنا احنا موقفنا منه سجلين انطلاقا من حرصنا على حرية التجمع على مبادئ دستورية. نحن ما يحكمنا، نحن كمنظمة نقابية ليحكمنا قانون مدونة الشغل. هو هذا القانون يستثني من المؤسسات غير الحكومية، الأحزاب السياسية والنقابات والتعاونيات. هذا ما يحكم من الجانب الثلاثة. يغير معنيين بحرية التجمع. وحنا قاعد معنا الله لنطالب برفع الأمور إلى الدستار أبدا من مجعلها في القانون. هذا القانون بالنسبة لنا ظاهر لنا أنه فيه تراجع خطير بالحريات العامة، حرية التجمع، حرية إنشاء هيكل، إنشاء هيكل بين اللي منين تعود السلطة التنفيذية لابد توافق، وتوافق من اللي هي قاعد وحدها. فواقية وحدث اللي معناها بعض بلدان العالم. في المغرب هذا اللي في جنبنا فيه مجلس يرأسه فعلا وزير والله من ينوبه، يغير ممثلين فيه الفاعلين في المجال، وعنده أمين سر، أمين تسجيل يقولون له. ذا المجلس هو اللي ينظر في تصنيف هذه الهيئات. هم جانا الترخيص وهذا خطير، نحن رهنا عنه التصريح غير. لكن اسمع لي، في الظروف الحالية، الظروف الحالية اللي يمر بها العالم جميعا، يعني الإرهاب، موضوع الأمن وغيره، المواضيع السياسية والاقتصادية، بعض الهيئات أو الجمعيات الناشطة في هذا المجال تتلقى أموال طائلة وتنفقها دون علم الحكومة، يعني برأيك لا يشكل هذا خطر؟ هذا خطير إلى حد خالد، وهي ما يلا تعود تنفق. لكن ذا المجال المايع موجودة جدد. أنا شوي اسمح لي، هي خالقة قاعة رواية أخرى نختار ننبه عليها. الأموال الطائلة اللي تلقاها الجمعيات والله هي الأموال كاملة ما يكتب نشمها عن طريق حسابات ومعروف. وأمري ثاني، لكن الحسابات لا يتم إعلان عنها، لكن إشعار الجهات المعنية. الحسابات قاعد 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 متابعتها في كل لحظة، وذي قاعد ما هي المشكلة. هي الآن في شراكات ومعلنة وموجودة على الليسيت، موجودة على اللي قال له المنظمة السفارات، غالبية السفارات الأجنبية موريتانيا وعلى مرعاهم مسمعين من الحكومة، وتقد تعود قاعد في طن الحكومة ذا زين عندها كانوا يسهم في مستوى من التخفيف انخفاض السيولة الأجنبية في المصارف الموريتانية، عندها برامج تعاون بمبالغ باهظة مع مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات جمعيات، مؤسسات الدولة أيضا، مؤسسات الدولة صحيح. أنا معك على مؤسسات الدولة بهلي الجمعية الوطنية ومولها، لكن غير عن السفارات، غير عن السفارات الموجودة وأنشطتها التي تعلن عنها في الخليج العربي مثلا. الخليج العربي كثير من المنظمات الموريتانية تتلقى أموال طائلة وهي أموال أجنبية، لا يعرف كيف لا يعرف أحد كيف وصلت وكيف أنفقت. يعني لا ترى أن هذا خطر؟ يجب أن القانون يعالج هذا الأمر الواقع الذي تعيشه المجال الجمعوي أو النشاط الجمعوي أو النشاط الأهلي في موريتانيا. على كل حال أنت حسك تتكلم عن معطيات، وأنا نتكلم عن أمور مجردة. أنا ما أملك معطيات نقدن فيها بعد. لكن لديك تصور عن الواقع، تصور عن الواقع غير. أنت تحدثت عن أموال طائلة معناها مبالغ مالية أرقام، وتحدثت عن جهات قلت الخليج منابع البترول، معناها تحدثت عن مصدر للأموال،
وتحدثت عن توصيف للأموال. ما يقوله البعض. البعض أنا ما يطرحه البعض. أنا قلت ما يطرحه البعض. نعم. ما هي مشكلة. أنا اللي تحدثت عنه شيء معلن على المواقع بشكل واضح. الاتحاد الأوروبي يعلن عن مشروع السنة وكذا والسفير كذا والسفارة الفلانية والسفارة كذا وهذه أموال طائلة. أنا معاكف عنه يالطيو قنا. معاكف عنه يالطيو عود. واضح هو شواعر ومن منين جاي. ولا يقع ننبهون على الرواية شوي. العاملين قالوا العمل التطوعي نحن هون رانا لك ما نواعدين إلا الهيئات الخيرية والله الهيئات الإنسانية. هذا اللي قالوا الجمعيات. أيا كان شيء كامل ما هو التعاونيات. والله النقابات والله الأحزاب يحكم هذا القانون. معناها يسوى كان مجالها مجال ثقافي ويسوى مجالها مجال كذا في العالم. ذا النوع من الأعمال يتوجه له ألا الناس اللي فاتت عادت عند السعة من الرزق والمال وقريب مش عادة التقاعد وعودوا هما المتطوعين. ما هو أصلا مصدر للرزق. جيه الناس اللي عنده فائض ومتطوعين وعودوا وهذا نشوفوه هون. نحن بعض لسه بعض الناس وقع بينها خلط وقع عندها خلط بين إنشاء الجمعية وبين الاستفادة مصيفة النفع العام. وهذا اللي عاد البعض هون يقول أنا الجمعية عاد مشترطة لها 30 مليون. ما هو دقيق. اللي مشترطة له 30 مليون صيفة النفع العام وذا وارد هو منين يعود كل حد عنده كرطابل قد يستفيد من صيفة النفع العام. معناها يجيب سيارات ما هم ما يستفيد وتقعد ما تلا يداون ولا تلا يعطي الضرائب يعود قد يجيب سيارات ويجيب طاح. الحكومة قررت أن تمنحها صيفة اسمح لي واضح تفضل. يقع كانت عندها شروط أصلا صيفة النفع العام يلا تمتنح لا على أساس شروط وتمتنح لمن تمتنح الواحدين وهم مروسهم تطوعوا وجعلوا طواعية مبالغ معتبرة من الأموال والمنقولات تحت تصرف ذا العمل اللي هم الواحدين فيه ولا تلاقوا مصرفين فيها ولا تلاقوا توترز عليهم ولا تلاقوا يزكوها عادت عندها مسار أخر هو اللي سيرها. ذا النوع من الناس هو فعلا اللي في العالم يعدل الجمعيات هو اليالطو يستفيد من النفع العام وإلا معناها أنه ما تلاقي دور إعفاء الشيء هو لا يستخدمه بالنسبة لتنظيمه. لكن في موريتانيا الحال مغاير. الحال مغاير يعني أنت لا ترضى عن هذا الواقع. بالضبط الحال مغاير هم موريتانيا يسوى الصقع مهباس النفع العام. النفع العام هون موريتانيا. إذن هذه إيجابية هذا القانون على الأقل. أنواش هذه ناحية إيجابية. كان عنده تقنين. التقنين كان موجود والنفع العام كانت بشروطه وهو اللي طرى ما وتفعيله على الأقل. لا هو اللي طرى ما هو شيء أكبر من قلته. اللي طرى عن خالق أمل كان موجود أراه وبعد وبدد مجال المجتمع اللي هو قضية التصريح بدل الترخيص ونحن مطالبين به في النقابات ويال تعود خالق في الأحزاب ويال تعود مختلف المجالات خالق ألا التصريح يغير مدة أشخاص طبيعي. لكن لكي يفهم عذرا سيد الكريم على المقاطعة لكن لكي يفهم المشاهد الكريم ربما هذا الموضوع غائب تماما عن البعض من غير المتابعين أو الشارع. يعني ما الفرق بين الترخيص والتصريح؟ الفرق بين التصريح والترخيص عن التصريح بما لا يفيدكم والله التصريح هذو شخصيات طبيعية أشخاص عاديين لا يجوا يجمعوا ويعدلوا نقابة والله حزب والله جمعية غير حكومية وراعي أسمائهم وبالشروط المشترطة فيهم الاستقامة والعادة والإقامة مديورالهم والعادة والتبريز وراعيهم بأسمائهم هذا يصرحوا عنهم وراعيهم لا يجمعوا ويشكلوا على أساس برنامج يسوى نقابي ويسوى جمعة ويسوى سياسي منين يعدلوا شيء مخالف للقوانين الحاكمة ينكرد برقابين راعيهم والمسؤول الأول معروف ذا هو اللي قال له التصريح وهو اللي سايد في ياسر من العالم خارج صاشين قال له الترخيص الترخيص معناها لا يجوا قبل الشروط ويقدموا ويلفوا وينتظروا إلين يرخصوا لهم في العمل ويسوى كانوا نقابة وهذا معناها تحكم في النهاية السلطات اللي باغي يترخص له ترخص. حالة الترخيصات تجي بشكل سريع يعني لا يعني تقترب هي وتصريح يعني أنتم تخافون أنها لا تعود تقبل وقت طويل اللي هي الترخيصات والمواضيع والمسار هي خضوع على السلطة التقديرية من يتعود خاض على السلطة التقديرية لا 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 أعطي المشرع السلطة التقديرية فيها للحكومة بالنسبة للجمعيات والقضاء بالنسبة للنقابة ذيك الساعة السلطة التقديرية لا أنا ولا أنت نقدر نقول يا كان نهار والله نحن لا المبدأ قاعد ضده توف وبالتالي ذا القانون بدد ذا الأمل اللي كان خالق ويا أهل النقابات
ويا أهل الأحزاب اللي أنتم متخيلكم على عن خالق أمد ظهركم على عن موريتاني لحقتم من التطور وهذا الآن ويا تعود خالق اللي قال له التصريح بدل الترخيص جمعيات بعد راعي قانونهم هذا مبدد جيد على الثانية اسمح لي نعم بعد هذه الدعوة اسمح لي سنذهب إلى فاصل قصير ثم أعود إليكم مشاهدين الكرام فاصل قصير ثم نعود إليكم لا تذهبوا بعيدا أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في الجزء الثاني من حلقة المشهد لهذا المساء والتي نناقش فيها مشروع قانون الجمعيات الجديد الذي تم تأجيل جلسة المصادقة عليه بناء على طلب من نواب المعارضة وما هي اعتراضات الكونفدرالية الوطنية للشاغلة الموريتانية عليه وانعكاس هذا المشروع القانوني مستقبلا على العمل الأهلي في حال المصادقة عليه. طبعا معي لمناقشة هذا الموضوع محمد أحمد السالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشاغلة الموريتانية. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. يعني سؤال أنتم حسب ما فهمت تخافون من تسييس الحكومة للعمل الجمعوي من خلال هذا المشروع، البعض يرى أنكم مسيسون أصلا. مسيسون ومن هو المسيسون؟ البعض يعني يطرح هذا السؤال، يرى أن نقابات جميع ما يجري في موريتانيا مسيس من نقابات من هيئات من جمعيات إلى غيره. زين على كل حال الله نقول لا 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 عن يعني القضية نحن ما نخافين من التسييس ما نخافين من تسييس الجمعيات ولا النقابات ولا شيء. نحن ظاهرنا عن خالق مبادئ عالنا عن الدستور اللي هي حرية التنقل حرية التجمع هذه المبادئ العامة وفي اتفاقيات دولية مقعدها موريتاني يا الله تجسد بشكل واضح بنصوص قانونية ونصوص تنظيمية ذا النص القانوني له اجعلها بقبضة يد السلطة وظاهرنا قاعد هو وسط تسييسها الحقيقي معناها حد زين عند السلطة وماشية سياسيا اتسرع له جمعيته إذن هذا الخاتم ولان الله قاع اللي تعدلها له ذات نفع عام هي ما قط نعلم بها يا الله تفوت سنة سنين تخدم في المجال ويا الله تعود عندها منقولات مملوكة واضحة لها وواضح لهم عنهم عندهم رقبة مراحة ذاك قاعدين قبل من هذا ما هو إلا مطروح في الحالة جاية سبع هلالة فما رقبة مراحة قاعدين قبل من هذا ذاك وها كبير حد أنهم تنعطى لهم صفة النفع العام وعادة تنعطى وتنحجب بناء ظاهر على عنها الصف فعلا على مواقف سياسية هذا هو ريالته يبعد منه توف من درك يعني الواقع اللي تكلم عنه كان موجود الآن قبل تشريع هذا القانون والله هذا القانون لا هي كان هذا كان موجود هذا أكثريته كان موجود كان أكثرية هذا كان موجود كان موجود إذن نحن الآن أمام تشريعه فقط أمام هو كان مشرع نحن أمام إعادة تقنينه إعادة ما نظر في تضييق شوية لأنه عنهم يقدموا تقارير سنوية وكل سنتين تقارير يعني فيها نوع من شوي من تضييق في الوقت معناها هو هذا النوع من الجمعيات يفترض فيها لأنه قائم على متطوعين يشتغلوا بجهات أخرى ما عنده طواقم إدارية ومالية ذكية أو موظفة كبيرة مكينة فنيا وإدارية معناها تعدل ياسر من الأمور وركات الحصول لوحدة منهم على تمويل يالتو يتم الكشف عنه أموره كاملة في ظرف 90 يوم وهذا ظاهر منه مطلوب الإعلان عنه مطلوب أمور كاملة وركت دراسة المقدمة الأمور هذا كان مطلوب غير فيه واستوى شوي من التضييق المسألة الثانية اللي نختار نقول عن قضية النفع العام رواية نحن ظاهرنا على عنها يلا تتنحنى ولا يخسر شي قاع إلا مات لا تنعطى قاع إذا انقلعت النفع العام عبارة عن إعفاءات أولا تعدل السلطة هي الشيخة فيه تعطيه ليه الباغي تعطيه له وعاقب ذاك ملي من تعود له الصفي على تسييس المجال عاقب ذاك ملي تستخدم ذيك الهيئات لكن منح صفة الحق العام أو النفع العام عفوا يعني في ظل الظروف الحالية موريتانيا كثير من المنظمات
موجودة في موريتانيا وهيئات مع اختلاف التعريفات ونفس المجال، يعني منظمة وجمعية وهيئة وغيرها تنشط في نفس المجال حتى في نفس الأهداف تقريبا. في ظل هذا الكم الهائل من المنظمات التي تعود ملكية أو ترخيص، اسمح لي أن أقول ملكية بعضها يعني لشخص واحد، يعني بعض الأشخاص يمتلك 500 منظمة و 500 هيئة يعني لشخص واحد ويمنح هذه الصفة، يعني يمكن أن استغلها استغلالا يعني خطير على هذا المجال بغض النظر عن ضرره الآخر. أولا بعد راح نقول عن ما يلا قاع بنص يسوى القانون القديم يسوى القانون الجديد، ما يلا شخص واحد عضو المؤسسة الجمعية، ما هي يلا يلا فعلا كان تكلمتوا عن السابق وهذا يلا فعلا نحن قاع الحقيقة ما نادينا بشيء مذبين اللي كنا متوقعين عن لا يتعدل ورشات وأيام تشاورية حول الموضوع مشروع القانون، رواية مهمة وصام سنوف طلع للجرادة بلا معنى، هو قانون لياسر من 64 نحن ننتظر الإعلان عنه مراجع مشي ويجينا ضركات إياها للشكل، معناها أنه كي معاك عن صفة النفع العام أنا قاعد يلا ينقض عليها، أنا بعض أهل أنا يلا ينقض عليها يا اللي مدة فاتت عادت عند الباش تشتغل وتوف الدولة لهي، هو نوع من دعم الدولة في الحقيقة به اللي جزء من الموارد كانت وعد الضرائب وعد الجمركة كانت لها تدخل للخزينة تنازل عنها الدولة، هذا هو الحقيقة قاعد الدولة ما يعود فهم أي صفة نفعها يا غير منظمة فعلا عندها أهداف وهيئات يعني تمنح بشكل تلقائي بتمويل جزئي، معناها ما تعود قاعد الدولة راعي ذا المشروع أنا لين أحفر ذي البئر ولا لين عدل كذا هاي المنظمة والله من خلال بعض هيئات الدولة التضامن اللي مسماك يقع كلما جاء نظام يسمي يجيب هيئات ومسميات جديدة يقضي بها على الأركان السابق يقول لك عندنا التضامن وعندنا مؤسسة التضامن هذه مؤسسات كذا رأي لا يتكفر 50% هي الجمعية غير الحكومية اللي لهذه المنطقة والله المجموعة اللي هي تقبل 40% والله 50% وعدها بشكل مقتنيات ولا هي مبالغ مالية ولا هي إعفاءات مستوردات جاية به اللي نحن نمشو بعيد سلين قالوا الاستفادة بندين قالوا الاستفادة من الإعفاءات هذا مخصص موريتانيا هذا اللي ينقال له الشباك المندمج لتطوير القطاع الخاص اللي شهريا يصدر تراخيص كثيرة لياسر المنشآت ومصانع وكذا 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 وعلى أنها راهي مشقل قد كذاش من رقاج ومعدل قد كذاش وجايبة تبارك الله إفادة مشار وزارة التجارة وإفادة مشار وزارة الصناعة وكذا وكذا يعقب في النهاية المحصلة النهائية عنه ولا يستورد شيء من المكاين مع بوات من الجمركة ويبيعهم هذا يالتنا فعلا موريتاني بلا عاصب ما عنده حد يعصبه وتوف وهذا ظاهر ان الإعلان مهم تقنين مهم هذا قد يقول البعض الإعلان نوع من التشدد والملكية أكثر من الملك نحن هم وهم ملوك بالنسبة لنا ذروة موريتاني كاملين مسؤولين عنها وش قال أمور مقننة وعليه ظاهر ان النفع العام وهي السياسية كانت تعدلها الدولة ويالتو قاعد ينقضى عليه ولا بعد ما انقضى عليه حماية وتقنين ورواية واردة غير مبدأ إنشاء الجمعيات يالتو يعود مفتوح يا غير أهلها مسائري عند الله عدلوا من أين لهم وإذا الله يمشوا فيه كامل وأعود هم اللي ملزمين باتباع القانون هذا معاكم فيه ظهر لك عن موريتانيا بحاجة المزيد من الجمعيات ظل العدد الرقم الهائل اللي عند نظر إيش هي قاع الجمعيات في العالم تمشي وتجي كيف الأحساء معناها في كثير من هاي الدول جمعية كاملة كبير جعلها سنة جعلها سنة ما عدرت أعتقد عدد الجمعيات اللي عندنا أكثر الموجودة وقننتوا روايته بسيطة حد جعلها سنة ما عدرت نشاط ينشطب عليها من القائمة غيرهم اللي يقدمش عدد الجمعية أخرى أسمعت بها اللي هي وكيف أرك في التقنين الحالي حزب سياسي جعله قد كذاش منه استحقاق ما شارك وكذا ولا حصل نسبة أنا معاك فعلا عن هاي ما هي قاعة إلى عدد الجمعية ما عنها إلا يتم خلق مدى الحياة ولا عنها إلا خلق معناها هذه أمور تطور وتجي أجيال جيل والناس تموت وتختفى وجو جمعيات جدد ومؤسسين جدد معناها ظهرنا على القضية ما هي ذيك القضية العامة ذا اللي ينقال له سلاسة سهولة تعدال الجمعيات هيا الله تعود رواية واردة المسألة الثانية العانها الحالة اللي تسير بها تعود شفافة تعود بعيد من السياسة كل البعد كل البعد تعود بعيد من السياسة
أذم اللي واضح أنا لا قادني عبد عمل خيري ما مدارن للتسول. لكن موضوع هتعود سهل هذا والكان موجود، هذا التسهيل اللي كان موجود ما كان هو الذي موجود. دفع بوجود هذا الكم الهائل من ما من كان من الجمعيات ما كان موجود. يعني البعض أنا كنت يعني أنت كنت توافقني الآن أن البعض لديه أكثر من 100 هي منظمة وجمعية. أنت لا قلت لك أنا بعد قاعد عن التسهيل كان إجراء سياسي الوقت الباقي الدولة تعدل الحد ترخيص تعدلوا لتو تعدلوا لتو وتعدلوا وتمنحوا نفع العام قاعد ما نعلم بهيئته. اسمح لي أنتقل إلى سؤال آخر، هل في هذا المشروع استهداف لجمعيات بعينها يعني تصفيه حسابات؟ البعض يراك ذلك يعني انتم في الكونفدراليه كيف تعلقون على انا ما يظهر لي ما ظهر لي نهائيا لانه في تصفيات، العكس. انا ظاهر لي انه فتح مجال كبير ما في استهداف الجهات، ما في استهداف معين. العكس، انا ظاهر لي انه اللي كان قاعد يقد عود مخيوف منه والله البعض يتقزز منه تدخل البعثات الدبلوماسيه الموجوده في موريتانيا وسيطرتها بشكل كبير على بعض المنظمات وتبعيتها لها والتمويلات الهائلة، وهي العكس ولا أقر نفس الكيان موجود وجعنا جمعيات الأجنبية جعلنا أصعب شوية بشروطها وذا طبيعي من الجمعيات الموريتانية. يغير ما أفهم أنا بعد ما ظهر لي عنه يستهدفه، ما ظهر هو اللي يستهدف بالدرجة الأولى مستوى من الحريات العامة، حرية التجمع ومبدد فيها أمر كان مطروح، هذا هو الظاهر اللي به اللي شيراني ما جاب تقنين جديد ما كان مشترط نهائيا، بالتالي انا ماني شايف فيها نهائيا عنه استهداف جهه معينه. اذا المشروع الجديد هو مشروع تضييق على الناشطين في هذا المجال، على الهيئه اقصد والجمعيات، من منظور لعنها مثل هذه الحقوق اللي ما نحد الدستور ما يلا تعود تحتاج الى ترخيص من المنظور. اذا هو قانون مخالف للدستور. أكان ماني قايله به اللي قانون الدستور في النهاية يقول عنه أحكامه تشرح وتكمل بقوانين بشكل صريح، به اللي ماني قايل عدم دستوريته بشكل واضح. يغير بعد نقول عنه كان تبديد الأمل كان موجود وما دام عدلته ما تقدر تقول عنها تحترم الحريات العامة نهائيا قطعا، ما تقدر تقوله. قضية تصل إجراءات والتنظيمها وقضية الكشف عن البرامج، هذه أمور ظاهر لعنها من اللي يخدم قاع المجتمع الموريتاني لعنها تعود واضحة وشفافة وتعود ما هو وسيلة للتكسب. كيف قلت لك قوي عن حد لا يعدل جمعية ذات نفع عام وداعي عنه والله جمعية والله متطوعين والله كذا، يال تعود واضحة رقبته مراحه واضحة لك المصطلح قد ينقبل من هالشيء. أنا عنده بقى. ذروة ذكية قاد ينقبل من هالشيء ما سبت له هو تفقير. جيد. نعم. نواب المعارضة طالبوا بتأجيل جلسة المصادقة على هذا المشروع، يعني هل تواصلوا معكم؟ أنا قاعد ما سمعت عن نواب المعارضة شفت وسائل الإعلام. سمعت إلا عنهم فريق حزب تواصل أو اللي سمعت. لأن هذه المعارضة مثلا. غير بعض ما هي نواب المعارضة يلي ما سمعت عن نواب التحالف ولا نواب الوئام ولا نواب أجدي أمير ما حسيت أنا يعني نسقتوا معاهم من أجل تفهموهم حنين تخطاها بعد قاعدة مفهوم المعارضة أي واحد معنا هذه المعارضة المشاركة الصقاع واللي لا جزء من المعارضة عادي ما هي كاملة، ما حسيت كاملة على عنها طالبت بالتأجيل معناها أنه لا جزء منها. المن قاعد عن البرلمان الحالي أكثرية معارضة موريتانيا مع عباس خارج ولا يمعلق عليها شيء في ظل الوضع القائم. حني ماذا ذو الخلطة اللي هم قلت لي لا حني ما نسقنا معه ولأن عالمين بذلك قلت لك عن هذه النسخة اللي رايين وعند بعض منتسبين مجرد تفهم يعني مجرد تفهم هؤلاء النواب لمقترحاتكم ربما في ظل الوضع القائم ماذا تقترحون؟ أنا العكس أنا ظاهر لي عدم مشروع القانون نائب جاه في الأجال القانونية عنه كفيل أقل من نصاب عن ما يقرأه قدم عليهم لحظات أول ظهر لي تصورك بالطريقة جيد. ماذا تقترحون في ظل الوضع القائم؟ ماذا تقترحون باش ماذا تقترحون يعني تغيير هذا بشكل واضح هذه الحق المميع أو هذا المجال المميع الكثير من المنظمات والهيئات حتى البعض لم يعد يفهم ما الفرق بين الهيئة والمنظمة وإلى غيره. قصة شفت خارج حقائب يا أخي كثير منظمات منظمات الحقائب معك أنا هذا انتشر بشكل كبير. إذا ماذا تقترحون في ظل الوضع حضرنا الآن فعلا يا الله أمور ما يمتس بها الأمور الدستورية عن شيء قال له إنشاء تجمعات كاملة النقابية والسياسية والجمعوية هذا كامل عن نعود بالتصريح وليس بالترخيص. يعني الأشخاص معروفين مسؤولين أمام القانون عن تصرفاتهم أي واحد
المسألة الثانية ظاهر أن الإعلان ويالتو ينظم فعله تنظيم واضح، ونحن بعد والعكس من هذاك البيان ظهرنا أن ويالتو يعدل له مجلس وطني في الحكومة وفي الفاعلين ويعاد تقنينه، يعود جمعيات الناشطة مجال الثقافة مسجلة عند وزارة الثقافة تتعاون مع وزارة الثقافة، جمعيات الناشطة في مجال قطاع الصحة هذا موجود بعض دول العالم، ناشطة مجال الصحة والرعاية الصحية وكذا هاي تسجل عند وزارة الصحة نوع. محمد أحمد والسالك الأمين العام للكونفدرالية الوطنية للشغيل الموريتانية، عذرا على المقاطعة وصلنا إلى نهاية الوقت. مشاهدينا الكرام شكرا جزيلا لكم على كرم المتابعة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وطيب المنى. شكرا.